هذا سائل يقول: هل هناك صفات خاصة للراقي؟ نعم، لا بد أن يكون عن علم، يرقي بالقرآن وبالأدعية المشروعة، ولا يأتي بأشياء مجهولة أو غير صحيحة غير ثابتة. وأيضا لا بد أن تكون الرقية باللغة العربية، لا تكون بلغة أخرى حتى لا يدس فيها شيئا محرما. ولا بد أن يعتقد أنها سبب وليست هي الشافية، وإنما الشافي هو الله، وإنما الرقية سبب من الأسباب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع. نعم.